زمان كنا نشوف الدنيا مليانة حب، يعني مو أي اثنين بحبوا بعض، العالم كلياتها كانت تحب بعض. هلأ ما بيعرفوا معنى الحب إلا يوم عيد الحب. إيه أفضل هدية جت لك في الفالنتاين قبل كده؟ هي كانت شتيمة دبدوب. ما بيحبوا يتعذبوا، خلص دبدوب. جاكيت ده. والله هذيك السنة كانت عبارة عن بوكس، يعني فيها أشياء وهيك من زوجي وبس. بس هالسنة طالبة، أنا طالبة بخصوص عيد. شو طالبة؟ موبايل برواز بصورتي وبرفع عنه ساعة. كل عيد الحب المدام ما تقصر بتجيب هدية، بس أحلى شيء إنه لما بتروحي على البيت بتشوفي زوجتك والولادك، أحلى هدية. وإيه أفضل هدية أنت اشتريتها لحد؟ أنا بشتريش هدية عشان كده ما حدش بيحبني. ورد، هي عم نحسن عبر فيها، يعني بحس انه وردة بتكفي اني اقدم له اياها. يعني حلو، يعني هو بيعطيك موبايل انت بتعطيه وردة، حلو الحب. لا لا لا، ورجينا ورجينا، حابين نورجيها الهدية على واضح. بوند ابيض واسود وطاقية ولفحة، نورجيها الهدية تبعها على واضح. هي مبدئيا هي هديتك بالفالنتاين من لا لسه لسه من في الشاب الحلو. بتآمن بالحب؟ اكيد طبعا، يعني هو اساس الوجود بالحياة. شو بس كسي جوستون بير دو تون سا نو ديستري. حب شيء اساسي، بس مع مين بقى؟ هي دي اللقطة، مع مين؟ الحب لا بد كاين، حيت بلا حياة بلا حب ما كاينش الحياة. الحب حاجة واعرة زوينة الصراحة، ولكن هو واعر شوية صعيب. نو سي 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 سا سيغيان، سي انوتيل، سي ديبريمون، سي سا بريز لو كور. أكيد بآمن بالحب. شكله في شي حب بحياتك؟ هلا هيدا أول حب. أنا وياه يعني بنحكي على تواصل، بس بيا ما بيعرف. يعني هلا فضحناك. كان امن شبه ما عنديش معاه، ما عنديش زمن مع الحب. ليش؟ باقي صغير. احتفلت قبل كده بالفالنتاين؟ انا متجوز حضرتك. هو يوم عادي، بس انه الحب مو بس بهذا اليوم، يعني على طول الحب ماشي. Are you in love now؟ انا احتفلت مره واحده بالفالنتاين وبعد كده يعني كرهت الفالنتاين، فمش هحتفل بيه تاني. لا ما بحتفل الصراحه، لانه فيك تقولي انه انا بعيد عن الحبيب شوي. ici au Maroc comment on fait la Saint Valentin? Bah je trouve on s'offre des cadeaux, c'est tout. On fait pas beaucoup la Saint Valentin au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est pas dans notre culture. بتلاقي بقى كورنيش مليان بقى كل واحد هو حبيبته وكده. خبرينا عن قصه حب عشتي. صغيره كتير اتجوزت عن حب. ولا متجوزة طبعا، هاي النتيجة. يعني الشخص يلي حبيتيه تزوجتي؟ اكيد. تحبي تقولي له شيء على واضح؟ دي له طلعي بالكاميرا وقولي له شيء. دي له بحبك كثير هلا ولا بعد 100 سنة. انه القصة هي الحبيبة اللي هلا موجودة هي بحياتي، انه كانت معي بالمدرسة. يعني قصة حب طويلة. تمام، عمره 10 سنين. رسالة تقولها لها دابا؟ هي بقول لك انا بغيك الموت عليك. سويت انه هاي لا. بدي اقول لها بحبها كثير يعني، والله يخلي لي اياها، وان شاء الله كل عيد يقطع ونحن سوا مع بعض. مساج عيشوا الحياه وعيشوا الحب.